طيب تعالوا نروح لي أيضا، يعني كنا منتظرين النهاردة الاجتماع اللي احنا كنا منتظرينه للبنك المركزي وأيضا لجنة السياسة النقدية. في الاجتماع اليوم الحقيقة جاء يعني طبعا تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بحسب تقرير المنشور على الموقع الرسمي، لتصبح 11.25 أو 11.25% للإيداع و12.25 أو 12.25% للإقراض. يعني حصل تثبيت وده للمرة الثالثة. احنا عارفين أن الفيدرالي الأمريكي أعلن أمس زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.75 أو 75%. خليني أعرف مزيد من التفاصيل، تأثيره والقرار ده جه، يعني القرار ده لماذا اتخذ على المرة الثالثة من البنك المركزي. الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني الناس كلها بتسأل دكتور مصطفى، ليه البنك المركزي ثبت وما رفعش رغم انه الاجتهادات كانت كثيره جدا الايام الماضيه بانه هيحصل رفع، وفي ناس بدات تحط ارقام كمان، فقول لنا برضو يعني ما جاء في هذا الاجتماع. طبعا شوفي حضرتك، هو طبعا النهارده البنك المركزي بيثبت سعر الفايده طبعا للاجتماع الثالث. البنك المركزي بيجتمع 8 مرات في السنه ل يعني دراسه اسعار سعر الفايده على خلفيه مؤشرات التضخم اللي بتثبتها الدوله كل شهر. انتهج النهارده البنك المركزي نهج سياسه جديده بتضامنه وانتهاجه لسياسه حديثه يعني مقاربه للسياسه مع الحكومه في السياسه الماليه. في البيان التوضيحي او اللي هو الشرح التفصيلي والاستفسارات اللي وضعها البنك المركزي النهارده، بيقول ان هو انتهج هذه السياسه بوضع امرين: اولا تثبيت سعر الفايده لرؤيه ان هو شايف ان التغير في مؤشرات التضخم ممكن تكون في تراجع خلال الفترات القادمة. ده جانب. الجانب الآخر انتهج من أدواته أنه هو يغير من سعر الفايدة أو سعر ما بيسمى بالاحتياطي البنوك من 14 ل 18%. بياخد تمام. من الاحتياطي الخاص بالبنوك البنوك تاني كويس تمام. من 14 ل 18%. ده أداة من أدوات اللي بينتهجها البنك المركزي، وده بيساهم في زيادة تحسن الوضع الاقتصادي داخل مصر. طيب. وقال في بيانه التوضيحي ان هو شايف ان اسعار البترول ده من مؤشراته يعني اللي هي من اهم المدخلات في الانتاج في تراجع في المستقبل، فممكن يكون في تخفيض في التضخم. طيب وايضا من المحاصيل الزراعيه القمح. اتفضلي. طيب دي كلها يعني كلها اخبار مطمئنه جدا. طيب اللي انا برضو عايزه يعني المواطن هيسال ثلاث اسئله. هيقول هل هذا التثبيت علشان يفضل السوق مستقر؟ عشان الأسعار ما يحصل لهاش أيضا ارتفاع مرة تانية، وعلشان أيضا ما يبقاش عندنا أيضا مشاكل أخرى، يعني أن الناس تبقى بتكدس الأموال والأموال ما بتدخلش السوق بشكل من خلال مشروعاتنا. فالثلاث أسئلة دول المواطن أكيد هيسألهم. بكل تأكيد خلينا نقول أن البنك المركزي النهاردة في الإفصاح في البيان اللي هو يعني موجود على موقع البنك المركزي، ان هو بيساهم في عدم يعني زياده في مستويات الاسعار نظرا للاسعار العالميه، وهو وصف ان الاسعار العالميه في العالم كله بيكون فيها ارتفاع، ولكن احنا بناخد خطوات استباقيه. دعوني نذكر مشاهدينا الكرام ان الدوله بتوجيهات من القياده السياسيه والسيد الرئيس من شهر 4 الماضي، وهو في تحسن كبير جدا في مقابله التضخم. واحد، عمل زيادة في المعروض في السلع. اثنين، عمل اللي هي الشوادر وزيادة المحاصيل وأيضا السلع في الأسواق حتى نهاية السنة. وطبعا واجه ده كمان بالزيادة بعدد الأسر لدخولها في برنامج حياة كريمة وأيضا تكافل وكرامة، وزود بعض من الإعفاءات الضريبية. ده بيعمل سياسة احتواء للمجتمع المصري علشان ما يكونش مواجهة التضخم من جانب الشعب فقط لا غير. أكيد. ده من مكتسب المكتسبات اللي احنا كنا سباقين فيها. صحيح. حتى علشان كده البنك المركزي قال ان احنا من بداية العام السنة دي احنا رفعنا الفايدة 300 نقطة، يعني 3%. مظبوط. فده بالنسبة لنا في النسبة المصري يعني في مقابلة التضخم بالنسبة لنا شيء مقبول. تمام. علشان كده لو زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، الفيدرالي الأمريكي اللي هو العالم بينساق وراه كله ابتدى يواجه التضخم بحركه بطيئه. ليه صحيح. بطيئه؟ لان هو ما استبقش الحدث. ابتدى يرفع الفايده لما شاف ان الاسواق في العالم ابتدت للاسف التضخم فيها تضخم كبير جدا. صحيح. ما شافوش الحد الادنى، ما شافوش من 20 و30 سنه. تمام. ويمكن حضرتك تعلمي جيدا من الفدرالي امبارح بس
كل الاسواق العالميه بالاخص الاوروبيه والاسواق الخليجيه، البنوك المركزيه يعني رفعت اسعار الفايده بنفس النقاط تقريبا، يعني 75 نقطه. صحيح مظبوط. ده للاسف اثر على الاسواق كلها في العالم طبعا، وده اللي احنا شفناه النهارده بحاله من الاستقرار مع السياسه النقديه بالتثبيت، وده مظهور. اللي احنا جاوبنا عليه. انا بشكر مظهور. حضرتك جدا خبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدره، بشكرك شكرا جزيلا. فاكرين حضراتكم لما بنقعد نتكلم هنا عن ترشيد الكهرباء وقدرنا نوفر من مجرد ترشيد للمؤسسات وترشيد الكهرباء لفتره في اقل من شهر الدنيا فرقت وقدرنا نصدر شاحنتين من الغاز. كل ما بنقدر نعمل الحكومه تمشي بالتوازي مع البنك المركزي مع السوق معانا احنا كمواطنين، الدنيا ممكن تتغير ونقدر نقف كلنا على رجلينا، محدش ابدا بيتحرك لوحده. فاذا كل ما هنتابع خطوه بخطوه السياسه النقديه ماشيه ازاي، السوق ماشي ازاي، احنا كمان كمواطنين بنحافظ بنعمل ترشيد، الدنيا تقدر تتحسن كتير.